سأكون أول من يدير العجلة. كم أنا محظوظة! أنا فقط أحب النقانق. إنه الأمر الرائع أن أحصل عليهم. بتعبير أدق، نقانق ضخمة. والآن سأكتشف ما اللذاذة التي سأحصل عليها. اللعنة، أردت لذاذة وليس شيئا مقرف. ربما لم يفت الأوان لتحريكها. لا، لن أسمح لك. هل تريدينني أن أكل هذا الهراء؟ مقرفون ومخيفون. لا، لن أفعل. أنا بالفعل خايفة جدا منهم. إذا كنت لا تريدي، إذا لديك عجلة العقوبات. لا، أفضل الصراصير. على الرغم من أنهم لا يتناسبون مع البيتزا الشهية على الإطلاق. أوه، هاجموا ذراعي. لا، لا أريد ذلك. جولي، ماذا تنتظري؟ هيا حان وقت النقانق. أنا موافقة تماما. الآن سأصنع بيتزا من الهوت دوغ مع هذا السشق اللذيذ. انظري فقط، كم هي كبيرة ولذيذة. لم أتذوق أي شيء أفضل. السجق يكمل طعم البيتزا بشكل مثالي. ألذ من الهوت دوغ العادي. جولي، أنت تجبرينني على تناول قضمة لذيذة. بالطبع سأفعلها بكل سرور. ماذا تفعلي؟ من سمح لك بلمس نقانقي والبيتزا؟ هيا أعطني الهوت دوغ أيضا. كنت أن تأكلينها كلها. هيا كلي الصراصير الخاصة بك. لا أريد، هناك الكثير منهم. من الواضح أنهم يريدون أكل البيتزا. واو، مجموعة كبيرة فعلا. دعينا نبعدهم جميعا. اسمحوا لي على الأقل أن أخذ لقمة واحدة من البيتزا. واو، لم يتركوا شيء تقريبا. حسنا، هذا أكثر ملائمة. لقد أكلت لتوها صرصور. يا له من كابوس. يبدو أنه استقر في فمي. ابتعد. ميلا لديها مملكة صراصير في فمها. هل يمكنني أن أكون أول من يجري العجلة؟ أتساءل ماذا سيكون لدي في هذه الجولة؟ لا، لا، ليس ديدان. سأكون سعيدة بمضغ العلكة وليس ديدان. هاي، أنا أحب الهوبا بوبا. حان دوري الآن لتدوير العجلة. ليس عادلا. لماذا لديها علكة ولدي أقدام الدجاج؟ هذا مقرف ومخيف وسيء. نعم، أنا لا أحسدك. من الأفضل أن تأكلي بسرعة. فعلا، ماذا أنتظر؟ حان الوقت لنشر العلكة على البيتزا لجعلها جميلة ولذيذة. إنها مشرقة وطويلة، لذلك ستتألق البيتزا بالتأكيد بألوان جديدة معهم. أنا متأكدة أنه سيكون رائع. تادا! حسنا، كيف؟ أعتقد أنه مذهل. نعم، يبدو رائعا، ليس مثل أقدام الدجاج. بالمناسبة خطرت لي فكرة رائعة. سوف تفرح ميلا بالمسحة التي توصلت إليها. ما هذا الهراء؟ لا، هذا كثير جدا. سيكون من الأفضل لو لم تدفعي هذه الأقدام علي. هيا دعيهم على البيتزا، ستكون أكثر فائدة. ولماذا يجب أن أعاقب؟ يمكنني الاستمتاع بطعم البيتزا، لكن لابد لي من الاختناق من أقدام الدجاج. حسناً، كيف؟ هل يعجبك؟ هل هي بيتزا لذيذة؟ هل تمزحون معي؟ هيا كل البيتزا الخاصة بك. سأكل البيتزا خاصتي بكل سرور. كم هذا رائع. لم يكن لدي فكرة أن العلكة والبيتزا يشكلا شيء غير واقعي. إنه لذيذ جدا، لا أريد التوقف. أفضل بيتزا في العالم. الآن حان وقت الفقاعة الضخمة. واو، إنها فعلا كبيرة جدا. كلما كبرت الفقاعة كبر الانفجار. ماذا حدث؟ أين أنا؟ لا أستطيع رؤية أي شيء. هذه فرصتي للتخلص من كل أرجل الدجاج. أكل البيتزا بدونها ألذ بكثير. جولي، هل تعتقدي أنني لم أرى شيء؟ لقد رأيت. ولأنك غشيتي، عليك أن تواجهي عجلة العقاب.
أتمنى أن أحصل على شيء جيد. مطر، هذا لطيف. لكن ماذا لو كان مطر أقدام الدجاج؟ ساعدوني، أنا مغطاة بهذه الأقدام السيئة. جولي، تبدين مضحكة جداً. دعونا نرى ماذا ينتظرني هذه الجولة. نعم، أنا محظوظة. حان الوقت للعيون السكرية. لا يمكن أكلهم فقط، بل يمكن أيضاً اللعب معهم. انظري ميلا، لدي عيون على أصابعي. مضحك. حان الوقت لتجربة العيون. حسناً، كيف؟ هل هم لذيذون؟ جداً. ألا متأكدة من أن البيتزا ستكون رائعة؟ أريد شيئاً لذيذاً. لا، أخطبوط. إنهم صغيرون جداً، لزجون ومقرفون. لا أستطيع أن أتخيل مدى فظاعة البيتزا. أتخيل أنها ستكون مقرفة، لكن هنا لا يمكنني أن أخطئ. أنا متأكدة أن البيتزا بعيون مربى البرتقال ستكون لذيذة، حتى أنها تبدو ممتعة ولطيفة وحلوة. لنتذوق. كم هو لذيذ، لا أستطيع التوقف. شهي. لن أقول لا لمربى البرتقال أيضا. انظري هذه العين التي ستظهر في فمي. جولي، أنت تتلعبي كالعادة. أنا فقط في مزاج جيد. عزيزتي، لماذا لا تأكلي؟ لقد تمنيت بالفعل ألا تتذكرينني. لا أريد حقا تجربة هذه الأخطبوطات. آمل ألا يلتصقوا بي من الداخل. ميلا المسكينة، تجعلني أشعر بالسوء. بالطبع، هذه أخطبوطات لديها مصاد ويمكن أن تلتصق باللسان. جولي، هل تعتقدي أن هذا مضحك؟ ليس عليك الضحك، الآن سأريكي. ما كان ذلك؟ كيف تجرؤي؟ الآن أنت تعرفين أن الأخطبوط ليس شيئاً مضحك؟ لقد فعلت ذلك عبثاً. انتظري، الآن سأحشو البيتزا في فمك. بعد ذلك بالتأكيد لا يمكنك الهروب من كل هذه الأخطبوطات. خذي هذا. مقرف، مقزز. جولي، أنت قاسية جداً. لا، هذا عادل. شهية طيبة. دعينا نقرر من سيبدأ. لقد ربحت، سأكون أول من يدير العجلة. نعم، أنا أحب البطاطس المقلية. هل تحب الصراصير أيضا؟ سوف تحصلي عليهم. جولي، ليس عليك الغش. أعيدي العجلة إلى الوضع التي كانت عليه، أو علي أن ألجأ إلى عجلة العقاب. حسنا. ها هي البطاطس، هناك الكثير ورائحتهم لذيذة جدا. أريد أن ألتهمهم في أسرع وقت ممكن. جولي، حان دورك الآن لتدوير العجلة. بالضبط. آمل أن يكون شيئاً لذيذ. لا، أي شيء إلا الثوم. إنه كريه جدا. عجيب، لم يأتي شيء، لذلك لن أضطر إلى أكل أي شيء. انظري بدقة أكثر. في الواقع هناك رائحة تأتي من هنا. اللعنة، علي أكلهم وليس وضعهم على عنقي. أحتاج أولاً إلى تقشير الثوم. حسناً، لدي علبة خاصة لهم. أحتاج أولاً إلى وضع كل الثوم هناك. أغطيها وأشغلها. في غضون ثوانٍ يتحول الثوم إلى ثوم مقشر، ويمكنني الرسم على البيتزا به. قلب رائع. فكرة عظيمة، وبمساعدة البطاطس سوف أرسم هذا الوجه الضاحك. ابتسامة لطيفة. الابتسامة أفضل من القلب. حسناً، لقد قلدتيني. لا شيء يمكن أن يكسر قلبي من الثوم. الآن أنت بحاجة إلى أكل هذا القلب. كيف سأكله؟ القلب جميل جداً.
هيا، وقت عجلة العقوبة. اللعنة، لست محظوظة على الإطلاق. ليس علي أن أتناول البيتزا بالثوم فحسب، بل سأقوم أيضا بإعداد كوكتيل منها في الخلاط. لدينا خلاط، إذا أنت محظوظة. أنا أيضا أتساءل، ما الذي سينتج عن هذا؟ أعتقد أنه سيكون شيئا قبيحا جدا. الآن سوف نكتشف. إذا تقيأت فإن ميلا هي المسؤولة. هذا الخليط سيجعلني أشعر بالمرض بالتأكيد. نعم، يبدو قبيحا حقا. أوه، رائحتي كريهة جدا كالقمامة. أمسكوني، أنا أسقط. أوه لا، الثوم قتل ميلا. رهيب. أنا هنا، أنا بخير. واو، حتى البطاطس المقلية انتهى بها الأمر على وجهي. واو، أين نحن؟ التحدي في انتظاركم. سيتلقى أحدكم نافورة الشوكولاتة. سوف تذهب إلى الشخص الذي سيرسمها أفضل مع هذه الأقلام. لكن هناك شيء مهم للغاية تحتاجون إلى رسمها بفمكم وليس يديكم. لديكم دقيقة فقط ولقد بدأت. لابد لي من الفوز، لأنه لا يوجد أحد أكثر روعة مني. ماذا؟ سوف تخسري؟ لأنني أنا سأحصل على أفضل رسم. بينجو. لا يمكن أن يكون لديك نافورة شوكولاتة زرقاء. بالطبع لا، أنا سأفوز. على وعلى ذلك لدي فكرة رائعة. لماذا أنفخ الطلاء إذا كان بإمكاني إزالة الغطاء؟ واو، لماذا لم أفكر في الأمر بنفسي؟ أحتاج إلى التجريب. أنا أسقط. هل جربتي؟ هل نجحتي؟ سوزي، ألا تخجلي؟ كان من الأفضل أن تساعدي صديقتك، لا أن تسخري مني. أحتاج إلى تعليمك درسا. ريشة بسيطة سوف تساعدني في ذلك. أتي. ماذا علي أن أفعل الآن؟ وكأنها بندورة حمراء أو شيء أسوأ. الآن بالتأكيد سوزي ستخسر. أها، هل هذا مضحك؟ إذا سوف تخسري أيضا. خذي هذا. هذا مرعب. لماذا؟ ميلا ستحصل على ما تستحقه أيضا. لا لا، أرجوك لا. يا فتيات، انتهى الوقت. أظهروا ما رسمتوه. جولي، ما هذه البقعة الحمراء؟ هل الطلاء انسكب؟ على ما يبدو على الوجه أيضا. سوزي، لماذا لديك أيضا كل شيء أحمر؟ حقا، هل أكلتم جميعا طماطم؟ مثل هذه الرسوم لا يمكن أن تفوز. لدى ميلا رسم متواضع، لكنه على الأقل بدون فوضى حمراء. ميلا، لقد فزتي. هاي، الآن هذا لي. الشوكولاتة اللذيذة. نريد أيضا القليل من الشوكولاتة. وسوف نحصل عليها. كم هذا لذيذ. هذه الشوكولاتة لذيذة فعلا. أنا سعيدة لأنني فزت. مهلا، أين الشوكولاتة؟ حقا، من تجرأ على شربه كيف لا يخجل. لصوص. هذه المرة ستكون جائزتكم أصلية أكثر. انظروا إلى هذا الكلب الرائع. إن الجائزة ليست هو، ولكن هذه الفضلات التي تبقت منه. في هذه الجولة سأتعين عليكم الرسم مرة أخرى مع الفم، لذلك جربوا. لقد بدأ الوقت. أعتقد أنه لا يوجد شيء أسهل من رسم الفضلات. حسناً، لجعل الرسم أكثر موثوقية أحتاج إلى إضافة الرائحة. حتى أنني أعرف كيف أفعل ذلك. ما هذه الرائحة؟ هل مات شخص ما هنا؟ أعتقد سيغمى علي.
أوبس، لم أغسل ساقي منذ فترة طويلة. الرسم بالقدم أمر صعب، لكن الرسم مع المرفقين هو حل أكثر ملائمة. أوبس، لكن لا مشكلة، لا يزال لدي مجموعة كاملة من الأقلام. أوه لا، يبقى أنني الوحيدة التي أحاول. يا فتيات، توقفوا عن الرسم، حان الوقت لإظهار أعمالكم. حسناً، أنظر. ميلا، الفضلات بالطبع لا مشكلة بها، لكنني رأيت أفضل. هنا على سبيل المثال سوزي، هذا رائع. لكن لدى جولي فضلات لا بأس بها. من الواضح أنها تريد أن تخسر، فليكن هي من ستحصل على الفضلات الحقيقية. ماذا؟ لكنني كنت مريضة بسبب سوزي، لن أكل هذا الرعب. يجب عليك، هذه هي القواعد. يا له من كابوس، سوف أتخيل أن هذا مجرد شوكولاتة. هل أنت تأكلين حقاً الفضلات؟ لا، هذه حقاً شوكولاتة. يا فتيات، هل تريدون أيضاً التجريب؟ لا، شكراً. في هذه الجولة ستكون الجائزة السمكة، ذات الرائحة الكريهة وليست لذيذة على الإطلاق. حسناً، سوف ترسمون بالصلصات. يبدو لي أن الأمر ممتع وغير عادي، لذلك يمكنكم البدء، لقد بدأ الوقت. لم أرسم أبداً بالصلصات، آمل أن يكون جميل. كم يوجد؟ سيكون لدي اختيارات كبيرة. ولكن لماذا كل القمامة علي؟ أنا لست قمامة لك. حسناً، أعتقد أنه الوقت للبدء. هذا سيكون ألذ رسم رسمته على الإطلاق. سأبدأ مع الكاتشب. وأنا سأبدأ مع صلصة الجبن. إنه أصفر، لذلك هو أكثر ملائمة لهذه السمكة. لنبدأ. أوه، انتهت الصلصة بسرعة. أحتاج إلى العثور على بديل في أقرب وقت ممكن. يبدو أن هذا جيد جدا. يبدو أنني موهوبة. اللعنة، حتى سوزي لديها رسمات أفضل، يجب أن أسرع. بالضبط، لدي خمس أصابع، مما يعني خمس أصابع يمكن أن أرسم بها في نفس الوقت. رائحة هذه الصلصة لذيذة، لن يحدث شيء إذا جربت القليل منها. كم هي لذيذة؟ لا، هذا قليل، أريد أكثر. المزيد من الصلصات. ميلا، ما بك؟ هل تأكلين الصلصات؟ مع هذه العلبة انتهى الصوص لدي. ليس على رسومي، لقد خرب الرسم بشكل كامل. كم هذا لذيذ. اللعنة، أكلت كل الصلصات، الآن سأخسر بالتأكيد. حسناً، لقد انتهى الوقت، حان الوقت لمعرفة ماذا رسمتم. لدي طريقة واحدة فقط، أبدل الرسوم مع سوزي. أنا أنتظر. جولي، ماذا فعلت؟ لا يبدو مثل السمكة أبداً. ميلا، أرني ماذا رسمت. رائع، يبدو جيداً. حتى الآن هذا أفضل رسم. سوزي، لم تبذلي أي جهد، لذلك سأضطر إلى إعطائك هذه السمكة. أتمنى أن تحبي الأسماك النيئة. أنا؟ لكن هذا خداع. ها، سيتعين عليك أكل الأسماك النيئة. لن يكون نيئاً، سوف أطهيه. لدي أيضاً موقد. ماذا تفعلي؟ أوه، آسف.
آسفة، أنا فقط لا أعرف كيفية استخدامه. أوه. يبدو أنني بحاجة إلى توجيهه إلى السمكة. انظروا، يا لها من سمكة لذيذة. أخيراً يمكنني تناول الغداء بشكل طبيعي. يا لها من لذاذة. يا فتيات، هذه المرة تنتظرون أحلى جائزة، هذه الرقيقة. سيتعين عليكم رسم القطة على أنفسكم، من ينجح سيستقبل هذه الصغيرة. كما هو الحال دائما لديكم دقيقة واحدة، وقد بدأت للتو. أنا شخصيا أشبه القطط، لذلك لا يجب علي أن أرسم الكثير من التفاصيل. سوزي، أنت تبالغين في تقدير نفسك، الجميع يعرف أنني سأفوز. الأنف جاهز، تبقى فقط الشارب. لا أحد منع استخدام المرآة. لا أعرف كيف يمكنهم وضع المكياج بدونها، لكن الأمر أسهل معها. لقد انتهيت تقريبا. هذا جيد بالنسبة لي لأن مكياجي هو الأفضل. أوه، ميلا انظري، جولي تهوش، تستخدم المرآة ولا يمكنها فعل ذلك. علينا تلقينها درسا. أوافقك، أنا أعرف كيف أفعل ذلك. مهلا، ماذا تفعلي؟ لماذا؟ الآن كل مكياجي سوف يمحى. الآن بالتأكيد سأخسر. حقا أريد هذه الصغيرة. لدي فكرة كيف نستبعد منافسة أخرى. سوزي، لقد تركت بقعة عند أنفك، سأساعدك. حسنا، إذا لم يكن صعبا. بالطبع لا. الآن تبدين أفضل بكثير، قطة رائعة. شكرا جزيلا، كنت أعرف دائما أننا أصدقاء. حسنا، دعونا نقرر من سيحصل على هذه الصغيرة اللطيفة. جولي، لا يمكنني النظر إليك. سوزي، ماذا فعلت؟ نحن لا نلعب القراصنة. ماذا؟ قراصنة؟ أيتها الماكرة؟ لكن ميلا، بالمناسبة هذا لطيف جدا، وهذه الرقيقة ستكون صديقتك. هاي، سأحبك وأطعمك وألعبك. لا، يبدو أن ميلا لديها حساسية من القطط. حسنا، لا مشكلة، سنتعامل مع القطة. أوه، ميلا حمراء تماما، نحن بحاجة إلى الاتصال بالطبيب. كم أنت رقيقة. ها هي أوراقي. عظيم، تفضلي. واو، لا أصدق عيني، إنها ليست امرأة، إنها فقط جمال يمشي ونحوي مباشرة. يا لها من فتاة جميلة. الجو حار هنا، ها هو جواز سفري وبداخله التذكرة. شكرا. أنا بالتأكيد لست محرومة من انتباه الشباب اليوم. إقامة سعيدة يا شباب، علي الذهاب. لنركض، ربما يمكننا اللحاق بها. هاي، إلى أين؟ أيها الشباب، أروني تذاكركم. وها هي طائرتي. يا لها من فتاة رائعة، ليس مثلي. واو، أخيرا، كم أنا متعبة من السير مع هذه الأشياء. ها هي صغاري الذهبية، افتقدتكم كثيرا. واو، مخادعة. هيا لنسافر يا جمالي. مرحبا، تذكرتك، كل شيء بخير. لكن لسوء الحظ الكلب ممنوع، مع كل الحيوانات أيضا. حسنا، لدي فكرة رائعة، سأضع أرنبي الحبيب هنا وسأبقيه وأخفيه بهذه القبعة. وداعا بوبي، لا تقلق، سيبقى معي. جواز سفرك سيدتي، كل شيء بخير، الآن أتحقق قليلا. ماذا؟ حسنا، الحيوانات ممنوعة على متن الطائرة، لكن لا تقلقي، سينتظرك الحيوان هنا عندما تعودي. مرحبا سيدي، هل يمكنني التحقق من غطاء رأسك؟
لدي خدعة لك، أبراكادابرا. كان هناك جواز سفر والآن لا شيء. أقدم قبعتي سريعا للتفتيش. غريب، لا شيء، تفضل. وهنا لا شيء. حسنا، تحياتي. تفضل من فضلك. حسنا، لقد تركت أرنبي هناك وحيد. آسف سيدتي، أعرف كيف أساعدك. خدعة صغيرة وصديقك بجوارك مباشرة. الآن سترين. يبدو أنه هنا. ها هو. واو، شكرا. لنرى كل شيء على ما يرام، تفضلي. نعم، الوثائق مرتبة. نفحص السلة. ألا إنها قطتي؟ أعرف. يا سيدي، هل قيل لك أن لديك ذقنا رائعة؟ هل يمكنني التقاط صور لك؟ حسنا، لما لا؟ لكن انتظري لحظة، أحتاج إلى إصلاح شعري أولا. أنا الآن جاهز. ممتاز، لقد نجحت. الآن الشيء الرئيسي هو الصعود على متن الطائرة. أنا آسفة على الذهاب. أوه، ما هذا؟ سلة فارغة؟ لا شيء بداخلها. مرحبا، تفضلي بالدخول. حسنا، هذا هو مكاني. الآن يمكننا السماح لك بالخروج يا قطتي. يا لك من لطيفة، هل يمكنني حملها؟ بالطبع. يا لها من قطة جميلة. أوتش، ماذا معي؟ هل هذه حساسية؟ مرحبا، رحلة سعيدة. طاب مساءك، مستنداتك، تفتيش كالعادة. حيوانات لا يوجد، تفضل. لحظة، إنه هامستر. لا استثناءات، الحيوانات ممنوعة على متن طائرة. هذا مؤسف. قواعد صارمة، بالتأكيد لا يمكن أن يفعل ذلك مع الضفدع. أحتاج إلى ابتكار شيء ما. لدي كتاب قرأته بالكامل، مما يعني يمكنني تعديله قليلا. لم أحب هذا الجزء من القصة أبدا. الآن دعونا نضع الضفدع بالداخل. ممتاز، يمكنني الذهاب. ها هي التذاكر الخاصة بي. أيمكنني الدخول؟ مباشرة بعد الفحص. تبدين نظيفة، تفضلي. مرحبا بك على متن الطائرة. وهنا مكاني، سأضع أمتعتي في الأعلى حتى لا تعيق الطريق. نحن جاهزون للإقلاع. لم يكتشفوا ذلك. كيف حالك يا ساحر الصغير؟ ما كان ذلك؟ إنه على رأسي، ساعدوني. مرحبا، ها هي تذاكري. كيشا، كيف حالك؟ آسف، لكن كيشا لن تطير إلى أي مكان، على الأقل ليس على متن الطائرة. الحيوانات ممنوعة. أتسمع؟ حيوانات ممنوعة. لدي فكرة. هيا لنذهب للمساعدة. هذا أفضل بكثير. مرحبا، التذاكر من فضلكم. أي، يبدو أن السحلية ذهبت في نزهة. سيدي، هل أنت بخير؟ نعم، كل شيء على ما يرام. لا، هذا لا يطاق، إنها تدغدغ. ما خطبه؟ نعم، تذكر أنك تلدته، أليس كذلك أليكس؟ من الصعب تصديق ذلك. أرني ماذا لديك هناك. كنت أعرف، تحاول اصطحاب الحيوانات. انظر ماذا هناك. لقد نظر، هيا لنسرع. ماذا؟ أين ذهبوا؟ نحن لا نعلم. لقد هربوا. مرحبا، هذه تذكرتي. كل شيء على ما يرام، لكن السمكة لا يمكنك اصطحاب الحيوانات على متن الطائرة. أطلب منك أن تعطيني السمكة وتعتني بها. هل يجب أن أتخلى عن الثعبان؟ سوف أشتاق إليه. لدي فكرة. تنحوا جانبا، ها هي أوراقي، دعوني أدخل إلى الطائرة. وما هذا؟ لا حيوانات على متن الطائرة، ليس في ورديتي. كيف تجرؤ؟ من فضلك تفضلي.
وها هو مكاني. هل أنا أتخيل أم أن هناك شيء يصفر تحت أذني؟ إنه فقط ثعبان غردار.